إنها روح المنزل ومنارته، فهي تعتبر من أهم أنواع المكتبات لأن وجودها يخلق جواً ثقافياً لأفراد المنزل، وهي تعمل على غرس حب القراءة في قلوب الأطفال بشكل خاص، ولذلك فهي تستحق الاهتمام الدائم لأنها من الضروريات لكل منزل. وهنا نتحدث عن أهمية المكتبة المنزلية لكل أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وأيضاً كيفية إنشاء مكتبة منزلية من حيث الشكل والمكان والأوعية التي يجب أن تتوافر بها وكيفية تنظيم هذه الأوعية. قد تكون المكتبة مستقلة في غرفة خاصة مع توفر مكان هادئ ومريح للجلوس والاستمتاع بالقراءة، أو قد تكون جزءاً من غرفة المعيشة حيث توضع الكتب في خزانة التلفاز وتنظم على اختلاف ألوانها وأحجامها لتثير في النفس شعوراً بالارتياح. وغالباً ما تكون مجرد رف في غرفة الأطفال يضعون بها كتبهم ومجلاتهم الخاصة. كما ينبغي تخصيص ركن للطفل يرجع إليه يحتوي على القصص والكتب والمجلات المناسبة لعمره واهتماماته.